فاللحمة زي ما بقول لحضراتكم من الحاجات المفيدة، ولكن الإكثار منها بيكون ضار، طبعا بيسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول، طبعا بيؤدي لارتفاع نسبة اليوريك أسيد، بيسبب طبعا مشاكل في القلب والأوعية الدموية ومشاكل صحية كتير. طب إزاي ناكل بمقدار صحي؟ أول حاجة طريقة الطهي بيتوقف عليها عوامل كتيرة جدا. أنا بفضل اللحمة يكون مسلوقة يا مشوية. ليه بقى؟ لأن اللحمة المسلوقة لما بنسلقها بتتخلص من نسبة كبيرة جدا من الدهون في الشرب. طبعا في العيد المسلوقه دي هننساها وهنروح بالظبط. للمشويه. بس احنا مسلوقه يا دكتور محتاجينها عيد. عشان الشوربه نعمل بيها الفته ونعمل بيها ايوه الرقاق. طب ايوه صح، الفته بقى، عايزين نيجي الفته للفته. يعني في المفروض ان في فته صحيه وفته ضاره. اول مره اسمع في حياتي عن كلمه فته صحيه. والله احنا هنحاول هنعملها نخليها ازاي؟ صحيه. بص هنتحايل احنا على الموقف هنحاول ازاي؟ احنا هنحاول نخليها صحيه. زي ما قلت لحضرتك احنا هنسلق اللحمه، هناخد الشوربه. المفروض ان احنا نسيب الشوربه تبرد لحد ما طبقة الدهون بتاعتها نشيلها من على تتكون الوش. على السطح. نحاول نشيلها بكده، احنا بنقلل من نسبة الدهون اللي موجودة في الشوربة، ونبتدي بقى نعمل الفتة والرقاق بالشوربة اللي هي قليلة في نسبة الدسم، قليلة الدسم. قليلة الدسم. الفتة من الأكلات الجميلة جدا، احنا طبعا كمصريين الفتة مرتبطة معانا في مناسبات كتيرة، اه يعني في الأعياد صح والأفراح صح والعقيقة من الحاجات. وعايزة أقول لحضراتكم إن الفاكهة أكل الفتة أكلة مصرية بتوثيق فرعوني، يعني احنا لقينا اول وصفه مكتوبه للفته على جدران المعابد في مدينه الاقصر. فعلا دي معلومة جديدة موجوده جدا. موجوده. وطبعا زمان ما كانش الرز ده موجود، الرز ما كانش موجود ايام الفراعنه، ولكن كانوا بيفتتوا العيش مع البرغل مع البصل مع الخضروات مع كانوا بيستخدموا الخروف برضو في الفته. كونسبت الفتة عموما بالظبط، يعني، بس ثقافه مختلف، ده الفته فيه خضروات وبرغل. احنا الفتة عيش بالظبط ورز وشوربة ولحمة. اتطورت بقى على مدار التاريخ، والدولة الفاطمية حطت الثوم والخل والطماطم واتطورت، ودلوقتي بقى فيه الفتة بالحمص والحاجات السورية الجميلة اللي موجودة، شمال. ولكن الفتة المصرية هي صاحبة المذاق الأصيل. طبعا ناكل قد إيه فتة في العيد؟ مش هنحرم حد، احنا مش جايين نحرم حد في العيد. اه العيد عيد بقى، بهجة عيد. وفرحة اه عايزين وسمية نعيد. الفتة احنا ياسين وعليها اللحمة. مصممين على الفتة، لازم ناويين على فتة. الشر، احنا قاعدين مصممين. ده حقيقي. وانا هساعدكم في ان احنا يا برضو ريت ناكل يا ريت يا الفتة. ريت. صينية الفتة وعليها اللحمة ده مظهر من مظاهر البهجة في العيد. فيا طبعا ريت من 4 ل6 معالق فتة معاهم مثلا قطعتين لحمة قد كف الايد مع السلطة. السلطة دي عندي من الحاجات لسه في المهمة حاجات جدا. يا دكتور، نعم؟ في ايه يا دكتور؟ لسه في ممبار و... واحنا بس عندنا كده. لسه يا سلمى 3 ايام يا في دكتور العيد، بالراحة على الدكتور، 3 ايام بالراحة. في العيد لسه في لسه. ممبار بقى جنب الفتة الله والدقة انا جعت والحاجات دي. والله، ما هو انا والله بالظبط وانا في 3 ايام في العيد يا سلمى، احنا مش كله لازم يتعب. بس هي اول يوم يوم في يوم لازم بقى. فتة وممبار صح ولا دي تقاليد ما هو عندنا احنا؟ طبعا لا هو يعني تقاليد تحترم، هو شفت تقاليد احترام جدا. زي ما ياسمين لازم بتقول الممبار جنب الفتة اول يوم ده. الممبار من الحاجات الجميلة، بس نخلي بالنا وهو بيتنظف، يعني اه لازم طبعا اه يتنظف لازم بكفاءة طبعا عالية جدا عشان ما اه طبعا يسببش أي مشاكل صحية.